حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في القسم الثاني من برنامج في المنتصف. يواصل الجيش التركي استخدام تعزيزاته العسكرية إلى محافظة إدلب بالتزامن مع تسييره دوريات عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي على طريق حلب اللاذقية M4. صحيفة العربي الجديد تحدثت عن تواصل التعزيزات التركية إلى إدلب، نتابع ثم نعود. واصل الجيش التركي استخدام التعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بما قصفت قوات النظام قرى وبلدات في جبل الزاوية، وسط غياب المشاركة الروسية عن الدوريات على طريق حلب اللاذقية M4. وقال مراسل العربي الجديد إن رتلاً تركياً مؤلفاً من عشرات الآليات العسكرية والدبابات وصل إلى طريق M4 واتجه غرباً نحو مدينة جسر الشغور، واستقر قربها في قرية المشيرفة. وأوضح أن حجم الآليات والعتاد يشير إلى أن الجيش التركي ينوي إقامة نقطة عسكرية جديدة في المنطقة في إطار تعزيز تواجده حول الطريق الذي اتفقت أنقرة وروسيا على تسيير دوريات مشتركة عليه، لكن معتصمين أعاقوا مشاركة الآليات الروسية. وكان الجيش التركي أنشأ قبل يومين نقطة عسكرية جديدة ليصل عدد نقاط المراقبة والانتشار في أرياف إدلب وحماة وحلب إلى نحو 44. وعلى الرغم من عدم إعلان أي من روسيا أو تركيا عن فشل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في موسكو مطلع مارس الجاري، وقال مراسل العربي الجديد إن قوات النظام قصفت ليلاً قريتي الفطيرة وسفوهن، إضافة إلى تلتي الحدادة والخضر بريف اللاذقية الشمالي. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان أنه تم منح وقت إضافي للجانب التركي وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق M4. أما موقع عربي 21 فتناول استهداف جماعات راديكالية للجيش التركي بسوريا، نتابع ثم نعود. نفت جماعة حراس الدين مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قوات تركية على طريق M4 الدولي حلب اللاذقية الأسبوع الماضي، رغم المؤشرات العدة على تورطها وفق ما وصل لعربي 21 من مصادر في الشمال السوري. ويعد الهجوم الذي وقع في 19 من الشهر الجاري الأول من نوعه لاستهداف مجموعات تصفها تركيا بأنها راديكالية متطرفة لقواتها في الشمال السوري، وأدى حينها إلى مقتل جنديين تركيين. وقالت وزارة الدفاع التركية في حينها أن الهجوم شنته مجموعات متطرفة على القوات التركية في إدلب، وسبق أن كشف مصدر عسكري سوري الجمعة الماضي للعربي 21 أن الجهة التي قامت باستهداف الجنود الأتراك ممثلة تنظيم القاعدة في سوريا. وكانت أثيرت كذلك أنباء عن أن هيئة تحرير الشام هي التي قامت بتنفيذ الهجوم، إلا أن المصدر أكد أنها لم تتورط في الهجوم بشكل رسمي، وأن حراس الدين هي التي قامت بتنفيذ كامل الهجوم. إلا أن حراس الدين وفق ما وصل لعربي 21 نفت مسؤوليتها، ما يثير تساؤلات عن تداعيات الحديث عن تورطها في الهجوم عليها، وكذلك بالنسبة لتحرير الشام وجند الأقصى، وهي جميعها تعد الفصائل الأبرز في الشمال السوري التي تصنف على أنها راديكالية بالنسبة لتركيا وروسيا وفصائل المعارضة السورية معا. وبعد الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب تثار تساؤلات عدة بشأن طبيعة تعامل المجموعات التي تصنف بأنها راديكالية مع الواقع الجديد بدخول تركيا عسكريا إلى المناطق التي لا تقع تحت سيطرة النظام السوري. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الباحث السياسي السيد عباس شريفة. سيد عباس، أهلا وسهلا بك معنا. تحياتي لك وللإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بك سيد عباس. حديث عن استهداف جماعة حراس الدين للجيش التركي في سوريا، طبعا على طريق M4 الدولي الأسبوع الماضي، لو تحدثنا عن جماعة حراس الدين، من هي هذه الجماعة وكيف نشأت؟ جماعة حراس الدين الذي يقودها القائد أبو همام الشامي، اللي كان هو القائد العسكري في جبهة النصرة، والتي شقت عن هيئة تحرير الشام بعد أن اتخذت هيئة تحرير الشام عدة خطوات باتجاه التعاون مع تركيا وإدخال الجيش التركي ونشر نقاط المراقبة التركية، فأخذت منح الانشغال واعتبرت هذا بداية انحراف
عن المنهج، وكانت أيضا فك البيعة، فك بيعة أبو محمد الجولاني عن أيمن الظواهري عن تنظيم القاعدة، كانت السبب المباشر لانشقاق جماعة حراس الدين عن أبو محمد الجولاني، بعد أن تبين أن أيمن الظواهري لم يأذن بفك البيعة ولم يأذن بفك الارتباط، وإنما كانت حيلة من أبو محمد الجولاني عندما انتقل إلى ما يسمى تنظيم فتح الشام قبل أن يتحول إلى تحرير الشام. من هنا نشأ هذا التنظيم، وهو يحمل إيديولوجيا القاعدة السلفية الجهادية، هو يعني وفي للقاعدة تنظيميا، لا يرى جواز فك البيعة عنها باعتبارها الجماعة المجاهدة التي ترفع راية الجهاد العالمي، ويدين بالولاء الفكري أيضا للإيديولوجيا، إيديولوجيا السلفية الجهادية التي تقوم على تكفير المجتمعات، تكفير الأنظمة والحكومات، نعم. وكان حروب عالمية باعتبار أن الجهاد لا يمكن أن يكون قطريا، يجب أن يكون عليهم هذه الالتزام. طبعا جماعة حراس الدين نفت مسؤوليتها عن استهداف الجيش التركي، ولكن هل ترى أن هذه الجماعة قد تكون مسؤولة بشكل أو بآخر عن استهداف الجيش التركي بسوريا؟ الحقيقة لا يوجد معلومات واضحة في هذه المسألة، خصوصا أنه هناك أطراف فاعلة كثيرة في المنطقة، وخصوصا أن القبضة الأمنية لأبو محمد الجولاني قوية جدا لا زالت في إدلب، فهو يركز دائما على الجانب الأمني ويستطيع أن يكتشف من الجهة التي قامت كذلك. ثم أن الجماعة ولماذا لم يكتشف؟ نعم، هذا يضعنا أمام احتمال أن يكون هناك بعض الخلايا التابعة لأبو محمد الجولاني هي التي افتعلت هذا الأمر من أجل إيصال رسالة واضحة للأتراك التي بدأت تفكر. هناك الآن مشكلة بينهم وبين الروس حول تفكيك التنظيمات الإرهابية، وفي خلاف تركي روسي حول هيئة تحرير الشام. تركيا ترى أن تحرير الشام يعني صار طرأ عليه تعدل في السلوك وفي الأفكار، ولم تعد تنظيم إرهابية، لكن روسيا تصر على ذلك. إلى أي مدى ستضغط روسيا وتستجيب تركيا؟ أبو محمد جولاني كان يخاف من هذا، لذلك هو بحاجة لبعث برسائل للأتراك أنه عندما إذا أنهي هذا التنظيم فإن هناك كثير من المجانين الذين لا يستطيع أحد أن يسيطر عليهم. أنا الوحيد الآن أبو محمد جولاني يقدم نفسه على أنه محارب للإرهاب، وحتى جيمس جيفسي ذكر ذلك أنه هو يقوم بمحاربة الجماعات المتطرفة كحراس الدين وكخلايا تنظيم الدولة، وهذا ممكن يعطيه دور في المستقبل ليقوم بهذه المهمة باعتبار أن الدول بحاجة إلى تنظيم يكفيه من المؤونة والمهمة في إنهاء هذه التنظيمات الإرهابية. ولكن هذا تطور خطير سيد عباس، يعني هو استهداف للاستقرار والأمن التركي. كيف تستشرف تعامل تركيا والجيش التركي مع مثل هذه التنظيمات، مع سواء مع حراس جماعة حراس الدين أو هيئة تحرير الشام؟ صانع القرار التركي في عنده خطة استراتيجية يعني في هذه المسألة، وهو الآن بهذه اللحظة لن يفتح أي معركة داخل إدلب قبل أن ينهي ملف خطوط التماس ووقف إطلاق النار وتأمين النقاط التركية وانسحاب النظام وأن يأمن غدر روسيا وإيران التي طالما كانت تنقض. لا يمكن أن يقدم الأتراك على أي حل لهذه التنظيمات التي تتخذها روسيا ذريعة، لكن روسيا يعني تركيا الآن تنظر أن روسيا هل تريد روسيا الأرض أم تريد محاربة الإرهاب؟ الحقيقة أن روسيا لا تريد محاربة الإرهاب، وكثير من المناطق سيطرت عليها وأخرجت منها مقاتلي الجيش الحر الذي تصفهم بالمعتدلين، ولم يكن هناك هيئة تحرير الشام ولا حراس الدين، مما يجعل الأتراك دائما يشككون في النوايا الروسية ولا يثقون في روسيا، لذلك لن يقدموا على هذه الخطوات الآن وهم يستعدون للمعركة مع النظام مع إيران التي أيضا تحشد بالطرف الآخر ضد. ولكنها ورقة ضغط محرجة من الجانب الروسي إلى الجانب التركي، أليس كذلك؟ هي ورقة ضغط، لكن هذه الورقة أيضا هناك يعني ميليشيات متطرفة وإرهابية موجودة عند روسيا من الجماعات الإيرانية التي مارست الإبادة الطائفية والحرب الطائفية وترفع شعارات دينية وتقاتل. يعني في أزمة، في قنبلة موقوتة موجودة داخل الحلفاء روسيا، وهناك أيضا قنبلة داخل يعني المناطق التي تسيطر عليها تركيا. ممكن تكون هناك وحدة بوحدة يعني تفاهم على هذا الأمر، لا أدري، لكن ما أتوقع أن تركيا ليست بصدد فتح أي معركة داخل إدلب في الوقت الحالي على
أقل تقدير. لذلك هم لم يتهموا فصيلا بعينه وقالوا أن جماعات راديكالية أقدمت، مما يعني أن الأتراك لا لو أرادوا أن يتخذوا أي إجراء لسموا الفاعل باسمه، طالما أنه لم يسموا. أنا أتصور أنه يمكن عندهم بعض المعلومات، لكن هم طالما أنه لم يسموا الفاعل باسمه معناه هم ليسوا بورد أو بصدد القيام بأي عمل عسكري. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي السوري سيد عباس شريفة، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. ينضم إلي أيضا أعزائي المشاهدين الدكتور يوسف كاتب أغلو المحلل السياسي التركي. دكتور يوسف أهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير، تحياتي لكم ولضيوفكم والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك دكتور. جماعات راديكالية استهدفت الجيش التركي بسوريا الأسبوع الماضي، هناك حديث عن جماعة حراس الدين هي المسؤولة عن استهداف الجيش التركي، لكنها نفت أن تكون مسؤولة عن هذه العملية. لكن السؤال، كيف تتعامل تركيا والجيش التركي مع مثل هذه الجماعات المتشددة؟ بداية نترحم على أرواح جنود الأتراك الذين سقطوا ضد الهجمات التي استهدفتهم في الأيام السابقة. سقط جنديان تركيان من جراء تعدي ميليشيات على مواقع تركية، وتركيا ردت بالفعل على من استهدفها بأضعاف مضاعفة، وكان الرد حامي وقاسي جدا. أما نظرة تركيا لما يحدث، واضح تماما يا سيدي أن هنالك من يريد أن يقوم بإفشال ما توصلت إليه تركيا من وقف لإطلاق النار ومن تسوية سياسية دبلوماسية لتجنيب المنطقة أي صدام عسكري محتمل. العودة للمربع الأول هو مطلب أساسي للنظام القادر السوري ومن يدعمه من ميليشيات طائفية هنا وهناك. أتوقع بأن روسيا تتحمل المسؤولية أيضا في ظل استهداف الكثير من النقاط التركية. أما أن يكون هنالك توجيه اللوم إلى مجموعات مختلفة هنا وهناك ليس دفاعا عنهم، بقدر ما أن هذا السيناريو قديم. يعني هذا السيناريو شاهدناه كثيرا، بأن ليس بالضرورة أن يكون هنالك جماعات متطرفة، وإن كان ذلك أيضا فهذا لا يعفي أحد من المسؤولية، وبالتالي الكل أمام تركيا. سيعاقب من يتجرأ على إراقة الدم التركي واستهداف النقاط التركية والجيش التركي الذي يلتزم بالمطلق بالمعاهدة أو باتفاقية وقف إطلاق النار، سيكون دائما معرض للرد بشكل أكبر وأشنع. الآن توجيه اللوم إلى فئة محددة سواء كان حراس الدين أو كان غيرهم، مع أنهم هم حراس الدين صرحوا ببيان واضح بأنهم هم ليسوا الذين استهدفوا القوات التركية. وإن كانت هذه التصريحات لا تعني لتركيا شيء، تركيا تعي تماما وتعلم تماما من يقف وراء استهداف القوات التركية، سواء كان من ميليشيات النظام القاتل نظام بشار الأسد، أو حتى ممن مخترقين من جماعات راديكالية متطرفة تغلغلت فيها أو تخدم أجندة النظام. إذن ترى أن هذه المحاولات وهذه الهجمات مفتعلة وتهدف إلى حرف البوصلة، هل يكون نظام الأسد وراء هذه الهجمات؟ يعني في النهاية تقاطع مصالح، نعم لماذا لا؟ نعم، هذا ما يؤكد بأن العودة إلى المربع الأول وخرق وقف إطلاق النار، إعطاء ذرائع ليكون هنالك هجوم مضاد، كل هذه الأمور تم أخذها بالحسبان. وأتوقع بأن على الجميع تركيا تعطي درسا واضحا بأنها لن تنجر إلى هكذا أمور، ولكن لن تسكت أيضا، ما تزال التعزيزات التركية مستمرة، نقاط المراقبة بالازدياد. الآن تم إضافة نقطتي مراقبة في كل من شمال غرب حلب وأيضا في شمال إدلب. نتكلم الآن عن تعزيزات عسكرية مستمرة، الأمس واليوم تم رفع الجاهزية وتم إرسال المزيد من الأرسال العسكرية من خلال معبر باب الهواء إلى إذن التعزيزات مستمرة، ولن يتم وقف إطلاق، لن يتم خرق وقف إطلاق النار بداية من تركيا. تركيا ما تزال هي الآن تحاول تفعيل ودعم العملية الدبلوماسية والسياسية، ولكن في نفس الوقت يد على الطاولة ويد على الزناد. إذا ما استمرت هكذا استفزازات فالرد العسكري جاهز بالمطلق، ودائما يكون الرد أضعاف مضاعفة ما يتم استهدافه ضد الجنود الأتراك. الجانب الروسي دائما ما يضغط على الجانب التركي عبر هذه الجماعات المتشددة والمتطرفة، لكن هل هذه فرصة للجانب الروسي أن يضغط بالمزيد من الضغط على تركيا برأيك؟ لا طبعا، أتوقع بأن روسيا هي
وعد تماما بأن تركيا أيضا هي الآن مستهدفة، والجماعات المتطرفة التي دائما ما كانت روسيا توجه اللوم لتركيا بأنها هي تدعمها أو تنسق معها، أصبحت الآن تركيا هي تعاني أيضا منها. وبالتالي أتوقع أن روسيا الآن تتفهم هذا الوضع مع عدم الثقة المطلقة بالجانب الروسي، ولكن الآن روسيا على الأقل ملتزمة بقدر الإمكان بوقف إطلاق النار. نرى أن الطائرات التي كانت تقصف ليل نهار تم وقف عمليات القصف من الطيران الروسي. الدعم المطلق تم الآن نوعا ما تخفيف حدته من خلال التصريحات الروسية، بعض التوافقات الروسية التركية تصب في المصلحة السياسية، ولكن تركيا تقول للجميع هي لن تتورط ولن تدخل في ما يسمى عملية ابتزازات أو محاولة إعطاء ذرائع لإفشال ما تم الوصول إليه. ستدعم العملية الدبلوماسية والسياسية مع القوة العسكرية الموجودة على الأرض. هل ترى أن المرحلة القادمة هي مرحلة الجماعات الراديكالية المتشددة برأيك؟ يعني لابد أن نقول بأن تركيا قالت يجب توحيد كل المعارضة المعتدلة بالتنسيق مع تركيا، ومن لا ومن يعارض هذا التوجه فأمامه خياران. الخيار إما أن يتم حل هذا التنظيم أو إما أن يتعرض للمساءلة أمام تركيا، وبالتالي على الجميع أن يحترم وينسق العملية السياسية والعسكرية مع تركيا، وإلا عليه أن يرحل من هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي التركي دكتور يوسف كاتب أغلو، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع هذه الرسوم الكاريكاتورية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج في المنتصف، لا يسعني إلا أن أشكر من شاركنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.